اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ انا علاء السيد ودي دوره تصميم المواقع سلسله معلومه بديهه. النهارده في ناس كتير جدا خصوصا من المبتدئين لما يحب يابلود الموقع بتاعه على الانترنت بيواجه صعوبه، والمشكله الاساسيه اللي بتواجهه هي المشكله دي بتاعت فاوند. هو بيكون متاكد ان كل حاجه شغاله معاه كويس وشغاله تمام، لكن ايه هي المشكله؟ ايه السبب في ان البيج دي خطأ بالشكل ده؟ ببساطة الحل بسيط جدا جدا، وهو ببساطة جدا انت هتروح على الملف بتاع ال HTML وهتغير الاسم هنا، هتخليه index.html بس كده، ده كل المطلوب منك. وهترجع مرة تانية وهتعمل upload للموقع بتاعك مرة تانية بالطريقة اللي احنا عارفينها. اوكي خلاص، حدث بتكليك عليه هتلاقي الموقع بتاعك اشتغل بكل سهولة.